وللحديث عن انتهاء التصويت وبدء عمليات فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معنا من اسطنبول عبر سكايب المتخصص في الشأن التركي معين نعيم. حياكم الله أستاذ معين. أهلا بكم. أهلا بك. بداية أستاذ معين، ماذا تعني هذه النسبة الكبيرة من الإقبال في الانتخابات والتي وصلت يعني إلى أكثر من 93% وفق تقديرات غير رسمية؟ يعني النسبة كما يقول كثير من المتابعين تتجاوز 90% غالبا أو حول 90%. هذه الانتخابات لم تكن انتخابات عادية، وقد تكون من أشد الانتخابات تحديا وتوترا في تاريخ الجمهورية الحديث، خاصة وأننا أمام حالة منفردة من التنافس السياسي، حيث استقطاب كبير وهائل لكتلة المعارضة بتوجهاتها السياسية والإيديولوجية المتناقضة والمختلفة في وجه تيار تحالف الجمهور الذي يشكل عمود الفقر حزب عدالة التنمية والحركة القومية. هذا أولا. ثانيا، شعور المعارضة بأنه بوجود احتمال بالفوز شجع وحرك قواعدها للتصويت لكي يصلوا إلى النتيجة المرجوة، وفي نفس الوقت شعور القواعد المؤيدة لحزب عدالة التنمية، حتى بعض الناس، بعض القواعد والمجموعات التي كانت مترددة في التصويت أشعرتهم بالخطر مما دفعهم للتصويت. كنا نتابع بعض الناس يعني يتصلون ببعضهم البعض، ينقلون بعضهم من المستشفيات حتى يصلوا للتصويت. ولهذا السبب هذا التنافس الحاد أوصل النسبة إلى هذه الكتلة أو هذا الرقم. فهي انتخابات نعيشها على حافة الأرقام الدقيقة جدا. نعم، يعني الآن بحسب آخر المستجدات وتم فرز 44% من الصناديق، تم فرز 44% من الأصوات. هناك تقدم للرئيس رجب طيب أردوغان بأكثر من 52% مقابل 41% تقريبا لكليتشدار أوغلو. يعني وفق هذه النسبة، هل من الممكن يعني التنبؤ بحظوظ المرشح الأكثر حظا لربما بالفوز بالرئاسة؟ أعدل لك وللمشاهدين الكرام النسبة الآن وصلت نسبة المفروز بالأصوات لأكثر من 48.5%، ونسبة الرئيس التركي الحالي 52.25%، بينما منافسه الأول 41.86%. وعلى هذا الأساس وترند أو إن صح التعبير الميل الطبيعي للأرقام، أعتقد أن الانتخابات ستنتهي من الجولة الأولى بحوالي 51% لصالح رجب طيب أردوغان. ماذا عن الانتخابات البرلمانية؟ هل ستكون نتائجها مشابهة وفق تقديرك؟ أعتقد أن نتائج الانتخابات البرلمانية كما كانت متوقعة، قد تكون النسبة لصالح تحالف الجمهور لكن بفارق بسيط وليس بفارق كبير، أو على الأقل هناك تساوي وتقارب قريب جدا في الأصوات، لأن آلية التصويت وآلية الفرز في الانتخابات البرلمانية فيها طريقة معينة تحافظ على كل صوت لكل طرف ولا توزع الأصوات خارج إطار التحالفات على الطريقة التي كانت معتمدة في السابق في تركيا. ماذا عن المرشح الثالث سنان أوغان؟ هل من الممكن أن يعني نسبة الأصوات الذاهبة له أن توقع المرشحين الآخرين بالإعادة إلى يعني بالذهاب إلى الإعادة؟ شو هو التحدي الأكبر؟ يعني على الأقل من هذا الأرقام نقول قطعا أن مرشح تحالف الشعب المعارض كليتشدار أوغلو لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، بينما أصوات سنان أوغان المرشح الثالث القومي اليمين القومي قد تدفع بالانتخابات إلى الإعادة، لكن على الأقل في ظل وصول نسبة الفرز إلى أكثر من أو ما يقارب 50% في ظل هذه الأعداد، وحسب متابعتنا السابقة للانتخابات التركية في الأعوام الماضية، أعتقد أن النسبة قد الانتخابات قد تنتهي دون إعادة. نعم، أي من الولايات باعتقادك أستاذ نعيم لربما تحسم مصير هذه الانتخابات؟ مرة ثانية السؤال لم يكن واضحا. نعم، بالنسبة للولايات، أي من الولايات تعتقد أنها لربما تلعب دورا كبيرا في ترجيح النسب؟ شوفوا، الولايات الكبرى هي صاحبة الدور الأكبر في الأصوات، نتكلم عن اسطنبول، أنقرة، إزمير،
بورصة أنطاليا. لكن هذه الولايات وهذه المحافظات احيانا تعادل بعضها البعض. الكتله الاصغر التي تلعب دورا اكبر هي مناطق جنوب شرق الاناضول ومناطق الزلزال بالمناسبه التي على غير ما توقعت المعارضه ارتفعت فيها نسبه التصويت لصالح حزب العداله والتنميه ورجب طيب اردوغان عما كانت عليه قبل الزلزال. وهذا ما يزعج حقيقه حسب متابعات الكثير من المختصين والمحللين المقربين من المعارضه التركيه. الآن يعني بحسب المعلومات الواردة كمال كلجدار أوغلو و إمام أوغلو أيضا يعني يقولان أنهما في الصدارة. بناء على ماذا يعني جاءت هذه التصريحات وما التي تعنيه؟ في الحقيقة يبدو أن حزب الشعب الجمهوري والتيار الداعم له يحاول أن يؤثر على الشارع عبر الادعاء بفوزه قبل صدور أي نتيجة. حتى عندما سأله الصحفيين عن دلائل وأرقام عن ذلك لم يقول، قال لدينا نسبة بعد فرز حوالي 25%. الذي يحصل أن المعارضة في كل مرة تحاول أن تجمع الأصوات في المدن التي لها أغلبية فيها وتضحى أمام الجماهير على أنها هي النتيجة الحقيقية للأصوات المحفوظة، بينما وكالة الأناضول وحزب الحاكم على سبيل المثال، أنا مصادري من داخل حزب الحاكم، يجمعون كل الأصوات المحفوظة من أقصى شمال إلى أقصى جنوب ومن أقصى شرق إلى أقصى غرب تركيا ويضعونها في بوتقة واحدة. صحيح أنه في المراحل الأولى تجمع الأصوات في المناطق النائية لأنها أقل عددا من حيث الأصوات وتنتهي وينتهي الفرز فيها بشكل أسرع، لكن على الصعيد العام الأصوات التي تدخل هذه الإحصائيات هي أصوات كل الأراضي التركية أو كل المناطق التركية التي تم فيها الفرز، وكذلك الآن بالمناسبة بدأ فرز الأصوات التي تم جلبها من الخارج بعد انتهاء التصويت في الخارج أمس، وهذه أيضا ستؤثر على النتيجة حيث أنا متوقع أن يكون رجب طيب أردوغان يتجاوز 54 أو 53.5% فيها، مما أيضا سيؤثر إيجابيا. نتكلم عن 1,850,000 صوت. نعم، ماذا عن انسحاب محرم إنجا؟ كيف أثر انسحابه على مجريات هذه العملية؟ أعتقد أن محرم إنجا كان الخاسر الأكبر على صعيد الرئاسة وربح من هذا الانسحاب وخسر، والخاسر الأكبر معه أيضا الطرف الذي ضغط عليه الانسحاب هو طرف حزب الشعب الجمهوري الذي توقع أنه بانسحابه ستؤول كل أصوات محرم إنجا له، خاصة أنه منشق عن حزب الشعب الجمهوري وأن قواعده أقرب إلى قواعد حزب الشعب الجمهوري. لكن طريقة استقالة محرم إنجا واتهامه لحزب الشعب الجمهوري بابتزازه أخلاقيا وماديا دفعت قواعده إلى، وأعتقد ذلك بعد الفرز تبين كتلة مهمة منهم اتجهوا نحو سنان أوغان المرشح الثالث القومي، وكتلة أيضا ليست بالقليلة اتجهت نحو التصويت لرئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان. طيب ما هي السيناريوهات المتوقعة برأيك؟ هل تعتقد أن لربما تحدث هناك مفاجآت؟ يعني أنا أعتقد أنه لا أتكلم عن المفاجآت بقدر ما أتكلم مع المتوقع. أنا أتوقع أن يفوز رئيس الجمهورية الحالي في الانتخابات، لكن أخشى ما أخشى أن تصر المعارضة على رويتها وتحاول أن تشوه وتنفي مصداقية النتيجة وتدفع وتدعو الشارع إلى الخروج والتحرك وتدعو قواعدها للتحرك إلى الشارع، مما سيدخل تركيا مع الأسف في مدة يعني أسبوع أو أسبوعين من المناوشات التي ستضر بسمعة تركيا ومستقبلها. لكن على الأقل لا أعتقد أن النتيجة ستتغير أو تتأثر بذلك. ختاما أستاذ معين، يعني بدأ الرئيس التركي واثقا من الفوز، ما هي الأسس التي يعتمد عليها برأيك؟ يعني هو أردوغان منذ اللحظة الأولى من دخوله للعالم السياسي اعتمد على شيء أساسي ومهم، أولا العمل على استراتيجيات طويلة المدى ووعود طويلة المدى، والنقطة الثانية التحرك بناء على رغبات ومشاعر الشارع وليس على مصالح الآنية، وعلى العكس المعارضة تحاول أن تستفز الشارع للتصويت لها عبر التركيز على الحاجات الآنية. لكن المواطن التركي عندما يصل إلى صندوق الاقتراع ويقال بين الطرفين يرى أحدهم يتكلم عن أثمان البطاطس والبصل، بينما طرف آخر يوعد ويعطي وعوده وعود لها مصداقية حقيقة على مر التجربة السياسية بأن تكون تركيا دولة مؤثرة في المنطقة، أن يكون اقتصاد تركيا القادم أقوى من الآن، أن يكون كما سمى الرئيس التركي أن يكون القرن القادم هو قرن تركيا. وأنا أعتقد أن هذه الطريقة في التعامل مع الجماهير كانت أكثر جدوى وأكثر إنتاجية. نعم،
إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن التركي معين نعيم، شكرا جزيلا لك.